وجعلنا منهم من بني إسرائيل أئمة. إذا مش كلهم اللي شفتوهم بكفروا وبطلبوا آلهة وبيعبدوا عجل. فيما بعد صحة الأمور، فيما بعد صحة الأمور، وجعلنا منهم أئمة قرون، وفي أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. انتبهوا هاي التعبير، لما صبروا. إذا الأمم على فكرة المصابرة والصامدة على الحق في النهاية إيش؟ أنتم لاحظوا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. منهم بني إسرائيل مين يعني؟ أنتم عارفين وسبق قلنا، بذكركم، معظم بني إسرائيل، الغالبية العظمى، أكثر من 9 أعشار بني إسرائيل هم الآن من المسلمين يعيشون من أفغانستان لفلسطين، نسلهم ملايين من بني إسرائيل، أكثر من 9 أعشار يعيشون من أفغانستان لوين؟ لفلسطين، بني إسرائيل. في منهم ناس ظلهم موجودين في مصر، الأكثرية ظلت موجودة في مصر ما طلعتش مع موسى، وسبق شرحت هذا بالتفصيل، وهذول أصبحوا من المصريين، والمصريين الآن مسلمين. وفي منهم الـ10 أسباط اللي بسموها ضائعة، بيعترفوا اليهود بضائعها، 10 أسباط من 12، 10 من 12 ضاعوا في الشرق. أنو شرق؟ هم الآن بيعتقدوا أنهم هم يعني جماعة طالبان اللي هو البشتون. طب هذول مسلمين، هذول مسلمين. والصبتين الثانيات اللي بقيوا وراحوا على العراق، رجع منهم قليل، وين راحوا؟ ذابوا في الشعوب هذه. واللي رجعوا وبدوا يهودوا ناس جداد، انفصلت قضية بني إسرائيل عن اليهودية، صارت اليهودية دين، مش بالضرورة تكون منتمية لبني إسرائيل. في من اليهود الآن من بني إسرائيل، في قديش؟ نسبة بسيطة. أكثر بني إسرائيل مسلمين، بالدرجة الثانية مسيحية، بالدرجة الثالثة إيش؟ يهود. قضية بني إسرائيل وانفصالها عن اليهودية، هذا حصل بالتدريج، واليوم هي اليهودية دين محرف، دين محرف خطير لأنه محرف مش الحقيقة. بيجي الإسلام برد الأمور لنصابها، برد الأمور لنصابها في الصراع الفكري اللي بيقوم بين الإسلام الآن وأقوى قوة موجودة في الكرة الأرضية، ويبدو أنها راح تظل هذه القوة هي الصراع الفكري معها بالدرجة الأولى، مش باقي الأمم. لذلك أنتم بتلاحظوا الفرس، معركة معركتين الفرس أسلموا كلهم، الفرس كانت إمبراطورية ضخمة، معركة معركتين أسلموا كلهم وخلصنا بعد القادسية وكم معركة. لكن فيما من اليرموك لليوم لبكرة، والصراع مع مين؟ مع أهل الكتاب، سواء كان عسكري أو كان فكري، والأخطر طبعا الأخطر الفكري، والأخطر الفكري، لأنهم هم الآن بدافعوا عن أنفسهم، لأن الإسلام بيقتحم عندهم. الفكرة الأقوى طبعا المسلمين اليوم نهضوا، صاروا عندهم قدرة على الفهم، صاروا قادرين على تصدير الفكرة. الغرب الآن هش، ما في عقيدة، هش. لذلك هم بيحاولوا الآن، كل ما بتشوفوا أنتم من محاولات الإساءة للرسول والتفاصيل هاي كلها، هذا دفاع عن أنفسهم، هذا بدهم يعملوا حواجز بين شعوبهم والإسلام. هم كانوا طمعانين في يوم من الأيام إحنا نصير نأخذ عقيدتهم، الآن شو كل آمالهم؟ يعملوا حواجز بين شعوبهم والإسلام، هاي كل آمالهم. في يوم من الأيام كانوا إيش؟ مش قلنا لكم على شخص من غطرستهم، يعني مش من زمان بعيد، يعني في القرن الماضي، في أوائل القرن الماضي، في أوائل القرن الماضي، هم كانوا بيشعروا بتفوقهم العلمي. إيش بتحدى؟ بإيش بتحدى؟ بتحداهم، بقول لهم أنا بحول مصر في سنة إلى المسيحية، في سنة، راهنهم على هالكلام. وجاء وسكن الإسكندرية، جاء وسكن الإسكندرية وبدأ بده يمارس إيش؟ باعتبار هذه أمة متخلفة، وهو إيش يعني؟ الرجل قبل نهاية السنة هرب ورجع، عارفين ليش؟ خاف يسلم، خاف يسلم، قصة معروفة، خاف يسلم لأن شاف حاله مضعضع. ها؟ قال طب وكيف اليوم؟ هذا ارجع على 100 سنة، هذا الآن الكلام قبل 100 سنة. طب كيف اليوم؟ اليوم لا، اليوم صارت الفكرة متفوقة، وفي ناس متفوقين عندهم قدرة
يبلغوا الفكرة. ولذلك هم الآن كل محاولاتهم والإساءة والتفاصيل يعملوا حواجز بين شعوبهم والإسلام.